وقع من طوله واتنقل للمستشفى وحطوه على أجهزة التنفس الصناعي. تطورات مثيرة في الحالة الصحية للفنان بيومي فؤاد. يا ترى إيه الحكاية؟ حالة من الصدمة في الوسط الفني بعد تعرض الفنان بيومي فؤاد لأزمة صحية مفاجئة. بيومي مر بوعكة صحية الساعات اللي فاتت، وقع من طوله وبسرعة نقلوه للمستشفى. المخرج محمد بيومي نجل بيومي شارك المتابعين بمقطع فيديو قصير على حسابه على إنستغرام وهم بيحطوا أجهزة التنفس الصناعي للفنان بيومي فؤاد، لكن ما كشف عن حالته الصحية وسر الأزمة اللي تعرض لها. بحسب المقربين من بيومي فؤاد، ففي متابعة مستمرة لحالته وإنهم يوقفوا على تطورات الحالة وإنه تعمل له فحوصات طبية علشان التأكد من سلامة وظائف الجسم. لكن المفاجأة كانت في اللي كشفته عدد من المصادر عن حالته، وقالت إن بيومي جات له مشكلة في التنفس أدت لنقله للمستشفى فورا. كان تعبان جدا، لكن بعدها رجع البيت وهو حاليا حالته أفضل وخرج من المستشفى ورجع يصور. بيومي مر بأزمة كبيرة الفترة اللي فاتت، وتحديدا بسبب خلافه مع الفنان محمد سلام وهجومه عليه على مسرح الرياض. البداية كانت مع اعتذار سلام عن المشاركة في مسرحية زواج اصطناعي، وخرج في فيديو قال: السلام عليكم ورحمة الله، إن شاء الله المفروض أسافر الرياض عشان أعرض مسرحية زواج اصطناعي في موسم الرياض، والمفروض إنها مسرحية كوميدية وفيها أغاني واستعراضات، والمفروض إننا نعرض يوم 30. هنعرض في وسط الأحداث اللي بتحصل، فأنا مش متخيل إني هروح أعمل مسرحية وهزر وأرقص وإخواتنا بيحصل فيهم كده. أنا مش هقدر أسافر طبعًا، وليه بقول الكلام ده في آخر لحظة؟ المفروض إني أسافر بكرة، لأن كنت على أمل إن الموسم يتلغي أو يتأجل زي المهرجانات، مهرجان الجونة والقاهرة، والموضوع يهدى ونقدر نعرض، لكن مفيش حاجة بتحصل لحد دلوقتي. وقال سلام إن حاسس لو أنا عملت كده هبقى كأني زي اللي بيعمل فيهم كده بالظبط، هبقى خذلتهم وهبقى بغني وأرقص، فأنا بعتذر عن المشاركة في موسم الرياض، كان عندي الموسم يتأجل أو يتلغي، فأنا مش هقدر أشارك في المهرجان ده، وحابب أقول إن كنت في مشكلة مش عارف أسافر ولا أعمل إيه، والتمثيل هو أكل عيشي، لكن لو ما سافرتش هل هموت من الجوع؟ بالتأكيد لا. لكن الكل اتفاجئ برد فعل بيومي وقت عرض المسرحية وهجومه على سلام، وقال: أنا فنان مصري وليا الشرف، جيت المملكة العربية السعودية وليا الشرف عشان نقدم فننا، احنا مش جايين نضحك، احنا جايين نقدم فن، احنا محتاجينكم وانتم محتاجيننا، احنا بنتعب وبنشقى علشان نقدم فن مش عشان نضحك، ولو الموضوع كده يبقى في فنانين من ايام نجيب الريحاني لحد محمد انور المفروض ينهوا حياتهم. من حقك انك تعتذر عن المسرحيه، لكن مش من حقك انك تغلط في فنك، احنا ما بنجيش علشان نضحك حضراتكم، احنا بنقدم فننا المصري وانتم بتحترمونا واحنا بنحترمكم جدا.